من 11 شهر اليوم عم نشوف زيارات للمفرد هوشتين. احيانا بقولوا عنا طوعت الازمة يعني الحرب، احيانا بقولوا وضعت مسودة. بين حتى اليوم وقائع عم يحكي انه الحرب دائرة، نتنياهو مستمر، كل قواعد عم يتم التفاهم عليها، وبقولوا صار في عملية انه ضبط العمليات العسكرية، هي عم تصل على خط اعلى، على خط ايران وامريكا، يعني تنقول عدم الرد الايراني، عملية نفذها حزب الله مؤخرا يعني ردا على مقتل فؤاد شكر، عم تكون اكبر من 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 هوكستين. هوكستين عم يسعى يعمل خرق لصالح انه فريقه الانتخابي الديمقراطي. لليوم نتنياهو رافض اي تجاوب بهذه النقاط، بده مكاسب لا يستطيع ان يتقبلها حزب الله، لانه بيعتبر حزب الله لحتى اليوم وعم يحكي بالمعلومات انه هو بعده رافق عن معركه، بعيدا عن ما حصل بالجنوب من دمار، بعيدا عن سقوط الضحايا والسحر وسقوط الشهداء. بس شو المكاسب اللي بده اياها نتنياهو؟ شو هي؟ نعم، شو هي المكاسب اللي بده اياها نتنياهو؟ مش تطبيق 17-1 وتراجع حزب الله؟ بده مكاسب تبين اولا بشكل ظاهر انه هو انه حزب الله تراجع. بده يبين بشكل ظاهر، يعني بمعنى انه في انه القوى الامنيه موجوده. ليش؟ لانه المستوطنين او يعني الاسرائيليين اللي هن بمنطقه شمال اسرائيل اللي هن عددهم بال 150,000 وتراجعوا الى الداخل او يعني هربوا الى الداخل خوفا من العمليات العسكريه، بده ينعطوا بعيدا عن مفهوم الامن اللي بده اياه المؤسسات الامنيه والعسكريه، بده يبين انه امن عمليه يعني حمايه لألهم واضحه، لانه اي عمليه ناقصه يعني ما في انتشار جيش، ما في ما في ضمانات، رح يتعرض لانتقادات منهم ومن المعارضين. لذلك عم نحكي بالوقائع اللي هي بتقول انه حتى اليوم نتنياهو لم يؤمن من حزب الله ما هو يريده من مكاسب. نعم. خاصه انه بغزه الامور بعد يعني ما حقق الهدف اللي بده اياه هو القضاء على قياده حماس، القضاء على سنوار، والحرب مفتوحه. أظن هذا اللي هو مطلبه، بعيدا عن انه هلا نحكي انه اذا النقاط بتتعالج بتم التفاهم عليها كيف تنتشر لاحقا، لانه اليوم نتنياهو بده يعني يستمر بالمعركه. ليش؟ لانه ما بقى يقدر يرجع لورا، يريد ان يخلب الطاوله بس خليني يكمل، والخوف انه يعني يروح على العمليات ابعد. حتى اليوم بعد ما رد على الصاروخ الحوثيين، بينما بالسابق رد على المسيرة بعد اقل من 24 ساعة وقصف من نقل الحديدة. صح. بس اليوم المنتخب يشوف حجم الرد على موضوع الصاروخ اليمني تنشوف قديش نتنياهو ناوي يعلي سقفه.